برضو كاريتي زبدة شيا القهوة في حانوتنا 97 جمع زيتونة قبل جمع الزيتونة اختصاص في زبدة الشيا نجيبوها كما تشوفوا هنا قالب كبير قرابة 20 كيلو وبعد نقصوها بالسكينة ما نزيدوش عليها حتى شيء ونخلطوا لا شيء كيف قاعدين تشوفوا زبدة الشيا هي بير دو كاليتي بالفرنسية شيا باتر بالانجليزية وزبدة الشيا بالعربية فيها عديد الاستعمالات هذه باللغة الفرنسية هذه باللغة الانجليزية يحب يقراها يعمل بوز ويقراها بالنسبة للغة العربية تمشي باختصار ترطب الشعر به للشعر الشايح المكسر الطايح اللي يحب يرطبه ولا نحيل وتيح وتكسير وللجلدة تنحي الكحولية تنحي به الحروق للجروح للتجاعيد للفيرجيتور تفزير يعني خطوط بيضاء بعد الولادة للسواد تصفي الجلدة به حتى الحب تمشي لأنواع البشرة الكل طبيعية كما تشوفوا هذه الأفريكان هي الصفرة الباهية هاك تشوفوا أصلها هي من شجرة موجودة في كوت ديفوار نحن نتعامل مع الزبدة نتاع الكوت ديفوار وهذه نبتة مازالت في الشجرة وهذه كيف نحيهم بعد تولي زبدة شفتوا أنواع هذه البريوت طريقة الاستعمال سهلة برشا إذا بستعملها لشعرك تدهنها بين يديك الزوز وبعد تدخلها في الشعر وتمشي على الأطراف تخليها مدة ساعتين وبعد تغسل مرتين في الأسبوع وتحطها ساعتين ولا حتى ليلة كاملة ما يقلقش وإذا للجلدة ولا للشعر تحطها في وجهك ولا في بدنك تخليها ساعتين ثلاثة أربعة لنهار كامل ولا تحب تغسل بعد ساعة يكفي كل يوم ولا نهار بعد نهار مفيد ننصحه إنك تبعد على الشمس إذا حابين تشتروا كما قلت لكم نحن موجودين قبل جامع الزيتونة العنوان سهل برشا 97 نهج جامع الزيتونة تونس العاصمة الهاتف 55 660 555 الفيسبوك واليوتيوب رئيس تونس 97 إلى اللقاء